اول حاجه نزربوا على الجهاز هو الحديد، راه كاين الاغاء، ها هو مشى. ثم غادي نجربوا لينوكس، غنديروا الاغاء، ها هو مشى. غادي نجربوا عمله نحاسيه، غنديروا الاغاء، ها هي مشات. غنجربوا النقره، عندنا تمييز الشاشه. إذن الجهاز ديالنا تيحيل كاين الغاء ديال ثلاثه المعادن المختلفه، بتيكون معادن ثمينه. جهاز جد ممتاز، الكوفين 66 تيشد في العمق ديالو حتى ل 130 متر 20 من شركه ميلا بالاستراليا، زائد انه كاين تمييز ديال جميع المعادن، غادي نشرحها بعد شويه. غادي نتعرفوا على الجهاز الديسك ديالو الكبير عند برو ديديكتور اللي بيع الاجهزه في المغرب. الجهاز ديالنا هو هذا، معاه الاكسسوارات ديالو، البالا وكذلك الكيت. غنشرحوا دابا التمييز في الشاشه، تمييز جد بسيط. غنزوزو الحديد، ها هو تيسيني هنايا. غندوزو لينوكس والقصدير كاين هنايا. غنشوفو النحاس، عملات نحاسيه اولا الخواتم تيجيو هنايا. معادن ثمينه كاين هنايا، وكذلك تعطيك واحد النسبه ديال العمق تعطيها هنايا. وكذلك فيه الضوء ديال الشاشه، اشاره ديال الشارج، فيه مجموعه من لي زوبسيون اللي هما ممتازين جدا. جهاز الجوفيند 66 من شركه ميلاب باستراليا، ماركه اوريجينال، ثمن جد مناسب عند برو ديديكتور اللي بيع الاجهزه في المغرب.